هل كان هارون الرشيد عربيدا ام ملكا عظيما؟ اهلا بكم في القصه وما فيها مع ريهام عيان. هارون الرشيد من اشهر الخلفاء الراشدين على الاطلاق، يعني احنا عندنا 100 خليفه من اول سيدنا ابو بكر الصديق لحد السلطان عبد المجيد الثاني اللي من بعده سقطت الخلافه بسقوط الدوله العثمانيه، الا ان هارون يعتبر اشهر واحد فيهم. وده ليه بقى؟ لان فتره حكمه عليها لغط كبير، واول ما بيتقال اسم هارون الرشيد الناس على طول بتتخيل ملك نايم على سرير حرير والجواري بترقص حواليه وواحد واقف بريشه بيهوي، في الوقت اللي كل كتب التاريخ بتقول انه كان بيحج سنة وبيغزو سنة. طب ازاي راجل بيحج ويغزو يتقال عليها اللاس وعربيد؟ لغز حير الناس كلها حتى انا، علشان كده قررت اننا نحل اللغز ده النهاردة. يلا بينا صلوا على النبي. هارون ابن الامير محمد ابن الخليفة ابو جعفر المنصور، اتولد سنة 150 هجرية، وتقدروا تقولوا انه كان وشه حلو على ابوه. وسنة 151 الامير محمد بقى ولي العهد، يعني فاضل له خطوة ويبقى الخليفة. امه بقى تبقى الخيزران بنت عطاء، ست يتحسب لها الف حساب، شخصية جبارة وهيبقى ليها حوار كبير معانا قدام. المهم دلوقتي ان الامير محمد قرر يعلم ولاده احسن علام وعلى ايد جهابزة الدولة العباسية، حاجة كده بولاد الخليفة القادم. فكان طبيعي ان هارون يخرج من تحت ايديهم، دماغه حلوة وذوقه عالي قوي ويحب الشعر والفن. وعلى تمة ال 15 سنة كانوا مجوزينه بنت عم ملكة جمال البيت العباسي، امة العزيز بنت جعفر المنصور، حاجة كده من بيت عز واصل. والبت من كتر ما كانت حلوة وزي القمر جدها سماها زبيدة، وهارون بقى كان بيعشقها عشق. ما هي حلوة وذكية ومثقفة وشيك، ده الستات في بغداد كانوا بيستنوا طلتها بس عشان يقلدوا لبسها، والاهم بتحب الشعر والفن زيه. فالجوازه كانت حلوه وناجحه، ومن كتر ما كانت زبيده دماغها حلوه هارون كان بيعتبرها المستشاره بتاعته، وخلف منها ابنهم محمد اللي هيبقى لقبه بعد كده محمد الامين. وفي نفس السنه دي هارون خلف ابنه عبد الله المامون، بس من جاريه فارسيه، وزبيده هي اللي ربت الاثنين، لان ام عبد الله ماتت بعد ما ولدته بثلاث ايام، وهم الاثنين دول هتحصل بينهم حروب مش هحرقها لكم بقى، ونسيبها الحلقه مخصوص. هارون كان عنده اخ اكبر منه اسمه موسى، موسى الهادي، والحق يتقال ولا غير الحق اقول موسى كان محترم جدا وشهم وعاقل ومثقف، بس هو وامه الخيزران ما كانش بينهم عمار. اصل الخيزران كانت بتتدخل في كل حاجه في الحكم وسياسه الدوله، وتقابل الوزراء والقاده، وجوزها محمد المهدي كان مدلعها على الاخر وبيسمع لها جدا لانه كان بيعشقها، وده ما كانش عاجب موسى خالص، وكان دايما يقول لها مالكيش دعوه بالحكم يا ماما، ركزي في الصلاه والقران يا ماما، ما يصحش كده يا حاج. فقالت لك الله لما الواد لسه ولي العهد وما بقاش خليفه وبيعمل فيا كده، امال لما يبقى خليفه هيعمل فيا ايه؟ لا انا انطره بقى. تنطر ابنك يا وليه؟ والله ما دام هيزهقني يبقى يتنطر عادي. وراحت مميله على الخليفه المهدي وقالت له بقول لك ايه يا مهدي يا حبيب، الواد موسى ده مش هياكل معايا خالص، ده هيبهدلني من بعدك يا اخوي، وانت ما ترضيش البهدله. قال لها طلباتك يا ست الكل. قالت له شيل موسى من ولايه العهد وحط هارون مكانه. قال لها بس كده؟ عينيا، ده انت الحب كله يا خرز، على اساس زران وبتاع يعني. وبعت المهدي لابن موسى اللي كان بيحكم في ولايه من الولايات وقال له تعالى يا واد وتنزل لاخوه. قال له بص يا بابي، لو كان الكلام ده كلامك كنت قلت لك حاضر، انما انا ما امشيش بشرط الستات، لا طبعا مش هتنازل. قال له انت بتعصي اوامر يا ولد، طب يلا يا واد يا هارون ناخد الجيش ونطلع نعلم اخوك الادب ونجبره يتنازل لك. وفعلا طلع الجيش، لكن النصيب مات المهدي في الطريق وقبل ما يخلي موسى يتنازل لهارون، فكده رسمي موسى بقى الخليفه، وهارون اصلا كان مسالم مش بتاع مشاكل بالرغم انه كان جامد وبيقود الجيش من وهو عنده 16 سنه، ده كان مقطع الروم ده، وكان يقدر يرجع بجيش الدوله بسهوله لدمشق ويعين نفسه الخليفه ويقول والله دي وصيه ابويا قبل ما يموت. وامه الخيزران كانت هتقف جنبه جدا وتدعمه، ما هي مسيطره على الدوله كلها. بس هارون ما عملش كده، وبعت لاخوه قال له ما تزعلش يا اخويا، تعالى واستلم الخلافه، ده انت اخويا الكبير برضه والضفر عمره ما يطلع من لحم، اصيل والله يا ابو محمد. وجه موسى على دمشق واستلم الخلافه سنه 169 هجرية، وهارون بقى ولي العهد. موسى بقى لما استلم الحكم لقى امه الخيزران زي ما هي بتتدخل في كل صغيره وكبيره وبتعين القاده والظباط الكبار، فقال لها لا بقول لك ايه، انا الشغل بتاع ابويا ده ما ياكلش معايا خالص، انت تقعدي في بيتك معززه مكرمه وممنوع منعا باتا تتدخلي في الحكم، ونبه على كل الوزراء اللي هيروح لها او يكلمها هيطير رقبته. فقالت له بتنحيني يا ابن بطني؟ طب والله ما انا قاعده لك فيها ولا لساني خاطب لسانك لحد ما اموت، او انت تموت ايهما اقرب يعني؟ قال لها هيكون احسن برضه، وسابت خيزران بيت
الخلافة وعاشت في قصر لوحدها. وكده خلص موسى من أمه الخيزران. يبقى فاضل مين؟ هارون حبيب أمه. لازم نخلص منه هو كمان. اخص عليك يا موسى تخلص من أخوك اللي سلمك الخلافة بإيده. هخلعه من ولاية العهد وأحط ابني جعفر مكانه. جعفر يا موسى ده الواد لسه ما قلعش البامبرز يا راجل. والله الصغير مسير ويجب. وأمر موسى رجالته إنهم يتكلموا عن هارون وحش وسط الناس عشان الناس تكرهه. فيوم ما يخلعه يبقى بالسلامة خد الشر وراح. ومش بس كده ده منع الناس تختلط بيه أو تزوره أو حتى تسلم عليه. لا كده كتير بقى يا موسى. يعني تقدروا تقولوا كده إن موسى الهادي حدد إقامة هارون الرشيد. وعاش هارون طول فترة حكم أخوه في عزلة ووحدة وما كانش ليه غير صاحب واحد بس يحيى خالد البرامكي. هو الوحيد اللي كان واقف جنبه وبيصبره على اللي هو فيه. وموسى راسه ألف سيف إن هارون بالأدب كده يخلع نفسه من ولاية العهد. وهارون آخر ما زهق كان ناوي يستسلم فعلا ويتنازل. بس خالد قال له اوعى يا هارون ده حقك واوعى تفرط فيه. فموسى قال له طالما مش هتتنازل بالحب يبقى تتنازل غصب عنه. اللي هي الخيزران فيه؟ محدش سمع لها حس كده. سايبه حبيب ماما يتبهدل البهدله دي كلها؟ لا ودي تيجي الخيزران لما لقت موسى اتكوش على كل حاجه وكمان عايز يعزل هارون قالت لك لا ما بدهاش بقى احنا نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا. وخلت الجواري بتوع موسى يدسوا له السم في الاكل. هتقتل ابنك يا خرزه؟ الله ما هو اللي بدا وبعت لي اكل مسموم الاول. ولولا ان ست ذكيه وفطنه خليت الكلب ياكل منه الاول ومات. يعني كان زمان انا اللي ميته دلوقتي. وفعلا اتسم موسى وقعد 3 ايام بين الحياه والموت لدرجه انه صعب على الخيزران فرحت له. يقتل القتيل ويمشي في جنازته سبحان الله. بس موسى اول ما شافها قال لها سامحيني يا امي انا ما كنتش ولا ضعاق ولا حاجه انا كنت بنصحك عشان الناس ما تقولش ان ماشي بشورت امي فضيع هبتي. وحط راسه على صدرها ومات. سنه كام بقى؟ 170 هجريه. يعني كل الهيصه والزنبليطه والخناقات دي كلها حصلت في سنه واحده بس من 169 ل 170 هجريه. ومات موسى وهو عنده 25 سنة وتولى هارون الخلافة وهو ابن 20 سنة. والله احنا عندنا ابن 20 ده بيبقى في سن المراهقة. تخيلوا بقى هارون بقى الخليفة. فترة حكم هارون الرشيد والرشيد ده لقب على فكرة كانت العصر الذهبي للدولة العباسية. والله زي ما بقولك كده ده اما كانتش للدولة الاسلامية كلها. هو مش ابن 20 بس جبار. غريبة يعني ازاي راجل بيتقال عنه انه عربيد وهلاس تبقى فترة حكمه ذهبية. انا اقولك يا سيد هارون اهتم جدا بالعلم والف به حضارة وتقدم. يعني علم الراجل عمل من بغداد قبلة لأي عالم او طالب علم وعمل اكبر مكتبة عامة وحط فيها كتب في كل العلوم طب وفلسفة وأدب وفلك وحتى الكتب الأجنبية جابها وترجمها. وبنى الكتاتيب اللي هي جامع كتاب يعني في كل حتة في البلد عشان تعلم العيال الصغيرة. واهتم جدا بالطب والأطباء وكان بيديهم فلوس كتير جدا عشان يهتموا بصحة الناس. ده غير بقى انه اهتم بالبلد نفسها عمل لها نقلة حضارية. بغداد دي في عهده كانت أعظم بلد في العالم. وكل ده كوم واهتمامه بالأدب والفن والشعر كوم تاني. وخلوني أقول لكم إن العالم في الفترة دي كان 4 امبراطوريات كبيرة. الصين في شرق اسيا والبيزنطية في القسطنطينية والرومان في اوروبا والخلافة الاسلامية في الشرق. اهو هارون بقى والدولة العباسية كانت اقوى قوة فيهم كلهم. والدولة عسكريا كانت محمية باقوى جيش في العالم. والاوروبيين لما جم يزوروا بغداد في عهده انبهروا بالتقدم اللي الدولة وصلاله. كنا سابقينهم بسنين ضوئية. يلا المهم ان الرشيد عمل نهضة حضارية وثقافية واقتصادية ملهمش زي ده. غير انه كان خليفة عادل. نيجي بقى الحتة المهمة واللي كلكم مستنيينها من اول الحلقة وانا عشان بحب السسبنس بأجلها للآخر. هو فعلا هارون الرشيد كان هلاس وبتاع نسوان؟ شوف يا سيدي عشان نجاوب على السؤال ده لازم نسأل سؤال اهم منه. هو مين اصلا اللي طلع على هارون الكلام ده؟ شوفوا لو دورتوا في كتب التاريخ هتلاقوا ان الحوار ده خارج من 5 مصادر. تعالوا بقى نمسكهم مصدر مصدر ونشوف حكايتهم ايه. اولا كتاب الف ليلة وليلة. كتاب جميل بس كله اساطير. شهرزاد وشهريار، علاء الدين والمصباح السحري، السندباد البحري، علي بابا والاربعين حرامي. كتاب كله قايم على الخرافات. وبما ان هارون الرشيد كان اشهر خلفاء الدولة العباسية فطبيعي ان سيرته تيجي. يعني طبعا هتقولوا لي اشمعنى هو؟ وده سؤال انا شخصيا سالته. واكيد مفيش دخان من غير نار. بس استنوا هقول لكم ليه كمان شويه. فلما يجي كتاب اسطوري قايم على البهرجه والافوره والخرافات ويصور حياه هارون الرشيد وجلساته اكيد لازم يحط الفلفل والشطه عشان القصه تبقى سبايسي كده وتعجب الناس. والغريب بقى ان كتاب الف ليله وليله ده محدش يعرف مين اللي مؤلفه اصلا. يعني قصص من الشرق والغرب محدش يعرف جت منين ولا مين اللي كاتبها. بس
كفاية ان اقول لكم ان المؤرخ العملاق ابن النديم قال ان كتاب الف ليلة وليلة ده متاخد اصلا من كتاب فارسي اسمه الهزار افسان، يعني الالف خرافة. اظن واضح. والكتاب ده اترجم للعربي بعد موت الرشيد يجيب 100 سنة كده، يعني كتاب خرافي اسطوري ما ينفعش ابدا يبقى مصدر نعرف منه سيرة خليفة المسلمين اللي حكم 23 سنة ووصل الدولة انها تبقى اقوى دولة في العالم. وعلى فكرة انا مش بدافع عنه، لا، انتوا هتحكموا بنفسكم، انا ماليش دعوة. اما تاني واهم حاجة شوهت عصر هارون فهو كتاب الاغاني لابو فرج الاصفهاني. طبعا هتقولوا لي ده كتاب جامد جدا وما ينفعش نشكك فيه. طب اسمع بس، هو انا بجيب حاجة من عندي؟ كتاب الاغاني كله قصص ونوادر وطرائف من تاريخ العرب، كتاب ممتع جدا بس برضه مش مصدر تاريخي ابدا. وهقول لك ليه. الكتاب مطلع الدولة العباسية كلها وخصوصا هارون الرشيد على انهم بتوع هلس ونسوان بس. وابو فرج الاصفهاني اصلا ظهر بعد موت الرشيد يجي ب 150 سنة، يعني اي قصة حكاها عن الرشيد ما سمعهاش بنفسه، لا دول قالوله. وعشان كده تلاقي مؤرخ زي شمس الدين الذهبي قال في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال ان الاصفهاني في كتاب الاغاني كان يأتي بالاعاجيب، يعني كتاب له العجب. وبصراحة كده وكلام في سركو، الاصفهاني اصلا كان اموي وما يكرهش العباسي قد الاموي، وعندهم حق الصراحة لان الدولة العباسية كلها قامت على دم ورؤوس الامويين. فطبيعي يعني لما الاصفهاني يتكلم عن العباسيين مش هيقول في حقهم كلمة حلوة. اما تالت حاجة شوهت صورة هارون مش هتصدقوا مين؟ الفرس. طب ازاي؟ ده خالد البرمكي انتيم هارون كان فارسي، وهارون كان ممسكه كل مفاصل الدولة هو ولاده فضل وجعفر. لا ما انتوا ما تعرفوش بقى، ما هو هارون قلب عليهم في الاخر وقبض عليهم كلهم واعدمهم. والصراحة دي قصة كبيرة قوي والحلقة مش هتكفيها، بس نكبة البرمكة دي كانت من اشهر احداث عصر هارون الرشيد، نبقى نعمل لكم عنها حلقة لوحدها بقى. بس من يومها بقى والفرس بقوا ألد اعداء هارون ومن اكتر المشوهين لصورته. قلتولي كتاب الف ليلة وليلة اصلا كان متاخد عن كتاب ايه؟ فارسي. يبقى كده بقى شفت كل حاجة بتبان بس شوية شوية. المصدر الرابع بقى يبقى المستشرقين الاوروبيين اللي كانوا بيكرهوا الرشيد كره العمى وطلعوه في كل كتبهم على انه كان عبد جنس وكاس، وده كان ليه سبب برضه. اصل حروب هارون ضد الروم ما كانتش شوية، ده هو اللي قال لنقورة ملك الروم من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقورة كلب الروم وخد عندك بقى بعدها حرب الروم اللي اتقطعوا فيها. فطبيعي انهم كانوا يكرهوا الراجل ويشوهوا صورته. اما المصدر الخامس بقى فهم الكتاب المعاصرين، هم ماتوا بس من العصر الحديث، يعني اشهرهم اتنين جورج زيدان واحمد امين. وللاسف الغلطة الكبيرة اللي وقع فيها الاتنين انهم سلموا دنهم للحكايات اللي اتقالت عن الرشيد من غير فحص ولا تدقيق. ونيجي بقى هنا للسؤال المهم، اشمعنى هارون الرشيد يعني؟ لا هو اول ولا اخر الخلفاء العباسيين. شوف يا سيدي اللي جاوب على السؤال ده الكاتب والمؤرخ الدكتور شوقي ابو خليل في كتابه هارون الرشيد اجل ملوك الدنيا، ومعاه كمان الشيخ احمد القطان والكاتب محمد طاهر الزين، وقالوا برضو في كتابهم هارون الرشيد الخليفه المظلوم ان هارون نفسه هو السبب. والله زي ما سمعت. طب ليه؟ لان هارون فعلا كان بيعمل مجال الشعر وطرف في قصره على طول، وكان عاشق للشعر والشعراء هو ومراته زبيده، واللي كان يقول له شعر يعجبه كان بيحشي بقه بالجواهر، يا ريتني كنت شاعر اياميها. ودي كانت حاجه معروفه عنه وبيتباهى بيها. فلما اتنقلت القصص دي من زمن لزمن اتحولت مجالس الشعر والصالونات الثقافيه الراقيه لمجالس عري وكفر ومجون وكل مؤلف وخياله بقى او عداء. طب ايه هي بقى حقيقه الراجل ده؟ انا اقول لك يا سيدي، طالما صبرت معايا للاخر انا هقول لك. سيرة وإنجازات هارون الرشيد اتقالت على لسان العلماء والشعراء اللي عصروه وشافوه عن قرب لسنين طويلة. ده غير ان الرشيد عصر ثلاثة من أهم أئمة المسلمين، مالك وأبو حنيفة والشافعي، ولا واحد منهم قال عن الرشيد كلمة وحشة، ودول أئمة المسلمين ومش هيخافوا في الله لو ما تلائم. فكل اللي عصروا هارون اتفقوا انه كان بيحج سنة ويغزو سنة ويوسع حدود الخلاف. وكان من أكتر الحاجات اللي بيفتخر بيها هارون درع حديد مكتوب عليه حاج غار، يعني بيحج ويغزو. والمعروف تاريخيا ان الهارون حج 9 مرات في عهده، منهم مره راح ماشي على رجليه، دي مراته زبيده معروفه بساقيه الحجاج، وكان بيصلي 100 ركعه في اليوم. ولما كان يسمع القران وايات العقاب كان يعيط زي العيال الصغيره ويغمى عليه من الخوف من ربنا. ويمكن ادق وصف اتوصف به الرشيد اللي قاله الكاتب والمؤرخ العظيم عمرو الجاحظ، اجتمع الرشيد في الجد والهزل ما لم يجتمع لغيره من بعد. يعني
في الجد والحرب والسياسة ملوش مثيل، وفي الهزل والترويح عن النفس برضو ملوش مثيل، وهو ده هارون الرشيد. هارون الرشيد ما كانش لغز بس في سيرته، لا ده كمان كان لغز في موته، لانه مات فجأة وهو لسه صغير 44 سنة. فتلاقي هنا برضو سؤال بيفرض نفسه، انا مش عارفة ايه الحلقة اللي كلها اسئلة دي. هل كانت وفاة هارون الرشيد طبيعية ام مؤامرة؟ شوفوا، هو هارون مرض مرض محدش كان فاهمه ولا عارف يشخصه، بالرغم انه كان معاه اعظم دكاترة عصره جبريل بن يخت عاشور، بس المرض كان متمكن من هارون لدرجة انه كان بيلف بطنه بخيوط حرير عشان يعرف يمشي، وهو اصلا كان عنده كبرياء وعزه نفس، خلوه ما يقولش لحد ابدا عن مرضه غير جبريل بس، وكان بيشتغل ويباشر امور الدوله عادي جدا ولا كانه عيان ولا حاجه، لدرجه انه لما ليس ابن رافع عمل تمرد في خراسان، هارون اخذ الجيش وراح طالع على هناك، وطبعا تعب جدا في الطريق، لدرجه انه سال جبريل انا هموت ولا ايه يا جبريل؟ قال له ما تقولش كده يا امير المؤمنين، انت هتخف النهارده. بس هارون ما صدقوش وعمل حركه غريبه كده، بعت عينه من البول بتاعه مع راجل غريب لجبريل على انها عينة شخص ما يعني. فجبريل قال للراجل صاحبك ده ايامه في الدنيا معدودة، وفعلا مات هارون بعدها بثلاث ايام. وهنا بقى كتر الكلام، هل جبريل هو اللي قتل هارون؟ طب جبريل يعمل كده ليه؟ ده صاحب هارون قوي يعني. قال لك يا سيدي ان جبريل عمل كده عشان ينتقم لصديق عمره جعفر البرامكي اللي قتله هارون في نكبة البرامكة. مش قلتلكوا قصة كبيرة؟ بس في نفس الوقت تلاقي سيناريو تاني بيقول ان جبريل قتل هارون، بس المرة دي بأمر محمد الأمين ابن هارون الرشيد. يا لهوي، الواد يقتل أبوه؟ مستعجل على الحكم، بس ده بدري قوي يعني، ده الراجل لسه في الأربعينات. الكرسي مغري برضه، ده كرسي الخليفة. بس الطبري بقى في كتاب تاريخ الخلفاء راح لسيناريو تاني خالص، مش قلتلكوا لغز؟ قال إن جبريل هو اللي موت هارون. هو كله جبريل جبريل، ده الجريمة لابساه. بس المرة دي مش عشان يقتله، ده عشان عالجه غلط. يعني كده يبقى هارون الرشيد مات بخطأ طبي. بس في النهاية وما بين كل السيناريوهات دي مفيش اي اثبات او دليل قاطع ان جبريل قتل هارون او عالجه غلط، لكن الاكيد ان هارون الرشيد توفى يوم السبت 3 جماد الاخر سنة 193 هجرية، عشان تموت معاه سيرة امير الخلفاء واعظم ملوك الدنيا. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، والكل قصة حكاية وانا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد.